السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فتح حساب جديد في الانستغرام. طبعا فتح حساب جديد عن طريق التطبيق، هذه الطريقة تقريبا 99 او الكل يعرفها، لكن اذا تعذر عليك فتح حساب جديد عن طريق التطبيق او يقولك حصلت مشكلة الى اخره، الحل بسيط جدا. تدخل على موقع الانستغرام الرسمي، الرابط احطه لكم اسفل الفيديو بالدسكريبشن. بعد ما تفتح لك هذه الصفحة نضغط على هذا الخيار، راح تفتح لك هذه الصفحة. يقول لك تسجيل عن طريق رقم جوال او عن طريق ايميل، نختار الايميل من هنا. اذا تبي عن طريق جوال سجل رقم جوالك ابتداء بخمسة بدون الصفر، نضغط على الايميل من هنا. يقول لك سجل الايميل اللي تبي تبع الجيميل او هوت ميل او ياهو الى اخره. انا بسجل اي حساب بشكل تلقائي يعني، وبعد كذا نضغط على نيكست. هنا يقول لك سجل الاسم المستعار، يعني تقدر تغيره ما في مشكلة. ابي اسجل اي اسم. هنا يقول لك سجل الباسورد، ابي اسجل اي باسورد بس عشان الشرح. بعد كذا نضغط على نيكست من هنا. هنا اهم خيار، هنا يقول لك اذا ضغطت نيكست من هنا راح الانستغرام بموقع الانستغرام يختار لك يوزر من عنده، يعني على حسب حروف يعني متقاربة من حروف الايميل اللي حطيته. طيب انا بختار يوزر معين من عندي او اكتبه انا، نضغط على هذا الخيار من هنا زي ما انتم شايفين. وبعد كذا يقول لك طبعا هذا اليوزر اللي هم معطينك اياه، سامسح هذا اليوزر وسجل اليوزر اللي انت به، اي شيء بس عشان الشرح فقط. وبعد كذا نضغط على نيكست من هنا. وبعد كذا يقول لك اذا تبي تربطه بالفيسبوك الى اخره، نضغط على سكيب من هنا. وبعد كذا سكيب هذا البروفايل اللي انت به، سوى براحتك. اذا فتح الحساب يقول لك هنا سجل رقم جوالك، نضغط على سكيب من هنا. يقول لك خلاص هذا رقم جوال، هذا عفوا هذا اسم حسابك اللي انت فتحته، والمضافين والصور طبعا زي ما انتم شايفين حساب جديد. اي طبعا اذا كنت بتعدل على البروفايل نضغط على هذا الخيار وتعدل البروفايل اللي تبيته، تسجل رقم جوالك، تغير الايميل، الاسم، البايو الى اخره. اتمنى الشرح كان واضح وبسيط وسهل. اي سؤال انا دائما وابدا بالخدمة. مشكور على المتابعة، فمان الله.